معي عبر الهاتف من الرياض دكتور ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ناصر. أسعار النفط قفزت أكثر من 2% بعد انسحاب أمريكا. إيران متى ستشهد تداعيات هذا الانسحاب اقتصاديا؟ شكرا لك. لا شك أن قرار ترامب جاء ليس مفاجئا، ولكن كان مؤكدا بإعلان الموقف الأمريكي وصرامة ترامب في اتخاذ القرار أمام التردد بعد قرار رئيس الولايات. عفوا، أوروبا ترددت في هذا الأمر لمصالحها، لكن القرار الأمريكي جاء للإجهاض على النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني السياسي مع الأسف هو الذي ورط الأمة الإيرانية اقتصاديا، أولى تداعيات هذا الأمر هو فيما يتعلق بسوق النفط، والأمر الآخر فيما يتعلق بالريال والصفقات التي تمت خلال هذه المدة الكبيرة من التعاطي مع إيران عبر منافذ المصالح المشتركة، سواء فيما يتعلق بالصفقات الكبيرة أو حتى التعاملات التجارية. نحن ننظر في المنطقة في العالم وخاصة منطقة الخليج أن الموقف الأمريكي هو الذي سيجعل أمام إيران سد منيع في تواصلها مع العالم اقتصاديا، لأن كل مقومات الاقتصاد الإيراني ستشل وستكون هناك يعني كارثة داخل إيران، سواء فيما يتعلق بعدم التعامل مع إيران خارج إيران أو التعامل مع إيران داخل إيران، لأن أصبحت إيران الآن في جزيرة منفية من التعاملات الغربية والتعاملات الدولية. ولذلك ننظر إلى أن سيكون خلال 6 أشهر القادمة حينما أعلن في القرار أنها ستطبق، هناك الكثير من التداعيات في الاقتصاد الإيراني. أولاً ما يتعلق بالبترول، سيكون هناك أزمة عالمية، لكن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسبق يعني أن اتخذ موقف داخل أوبك، والمملكة تقود هذا التوجه بمعية الشركاء في أوبك بالإضافة إلى الدول الأخرى التي تنتج البترول من خارج منظومة أوبك. هذا الأمر سبق الترتيب له، وإعلان المملكة اليوم على الموقع الرسمي للدولة هو الالتزام بتأمين احتياجات السوق العالمية، لأن المملكة وفية في إدارة الأزمة. نعم. الأزمات البترولية السابقة. ولكن ننظر في المنطقة إلى أن هذا القرار الأمريكي هو الردع التوسع الإيراني وتهديد مصالح المنطقة في أهم مواقعها، سواء في مع أنه البعض ينظر يعني قيل أيضا بأنه من ضمن المواقف بأنه لا يتضمن هذا تدخلات إيران الأخرى، ولكن دكتور ناصر بطبيعة هذا الانسحاب ومع ما يتبعه من عقوبات جديدة من ل6 أشهر بشكل إنهاء روابط تجارية مع إيران من 3 إلى 6 أشهر، نتحدث عن انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية، كل هذا سيؤثر بنهاية المطاف في تدخلات إيران في مناطق عدة؟ ما في شك هذا أولا تجفيف منابع تمويل إيران لحزب الله والحوثيين في اليمن، وتدخلاتها في المغرب وتدخلاتها في أمريكا اللاتينية، لأن هناك أكثر من 67% من دخل إيران وارد من البترول أو من منتجاتها المصدرة للأسواق العالمية تذهب إلى المنظمات وتذهب إلى الإرهاب، وبالتالي لم يعد هناك شك ولم يعد هناك أيضا تردد في أن العملة الإيرانية أو الدخل الإيراني لن يذهب خارج إيران، لأن لم يعد هناك دخل إيراني سواء من البترول أو من الصناعات أو من ما يتعلق بتمويل الإرهاب. سيكون هناك تجفيف كامل وستنهار يعني قبعة المنظمات التي تعيش على وتقتات على أموال إيران.
إيران الأمة الإيرانية الآن أفقر الأمم في المنطقة، ولذلك الإيرانيون هم أنفسهم من سيقفون أمام هذا الموقف الإيراني عبر السنوات الماضية. صحيح، وبالتأثير أيضا يعني من ضمن أيضا ما يحكى تبعات هذا الانسحاب إن كانت المباشرة أو غير المباشرة، الشعب هل نحن أمام ثورة نتحدث عن عقوبات من جديد، وهل يمكن أن تلتف إيران بالمقابل دكتور ناصر؟ يعني الرئيس روحاني قال سنتجاوز هذا، وسواء كنا في ظل عقوبات أم لا يجب أن نقف على أقدامنا. لن يستطيع النظام الإيراني أن يصمد خلال 6 أشهر التي حددها القرار الأمريكي، لن يستطيع الانهيار بالنسبة للعملة الإيرانية الآن في الوقت الحاضر الآن اليوم. أصبحت لم يعد هناك أيضا من الإيرانيين إلا القليل جدا من ينتمون إلى النظام في ثقتهم في العملة الإيرانية، وإذا انهزت الثقة في العملة الإيرانية ولم يعد لها قيمة في الشارع الإيراني، لم يعد للنظام أي دور، ولم يعد هناك ثقة من الشعب والأمة الإيرانية، لأنه أيضا النظام قمعي، نظام تسلطي، فبالتالي الشعب العراق الشعب الإيراني سيقف أمام النظام، وهو لأنه هو من سيدفع الثمن. الشعب الإيراني هو من سيدفع الثمن وليس النظام. النظام رموز النظام كلهم أثرياء وأموالهم في الداخل وفي الخارج. صحيح، المتضرر الأول والأخير دائما المواطن. شكرا لك دكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث على هذه المشاركة معنا من الرياض. شكرا.